يعني اتعودنا خلال شهر رمضان اليومين اللي فاتوا ان دايما بنبدا معاكم بفقره الفوازير اللي بنفتكر فيها احلى الذكريات عن فوازير رمضان ونجوم فوازير رمضان اللي في حقيقه الامر امتعونا على مدار السنوات. سنين كتيره كان ليهم بصمه حقيقيه في حياه يعني اجيال كتيره قوي، لان الاعمال الخاصه بالفوازير دي انطلقت من الثمانينات تحديدا او ما قبل ده، واستمرت لي يعني عشرات من السنوات. النهارده معانا النجم سمير غانم اللي قدم لنا مجموعة متميزة من الفوازير اللي لسه مرتبطين بيها لحد دلوقتي، واعتقد مفيش حد في جيلنا ما يفتكرش فطوطة طبعا وفوازير سمير غانم. لا سمير غانم الحقيقة كان يعني علامة من علامات وأيقونة من أيقونات الفوازير بشكل عام. لحد النهاردة كلنا فاكرين فطوطة، فاكرين البدلة الخضراء بتاعته، فاكرين صوته، فاكرين البابيون اسمها ايه اللي هنا الفيونكة الفيونكة الكبيرة دي دي كلنا فاكرينها، وفاكرين حتى يمكن حواره بقى مع سمير غانم لما بيطلع بقى في شكله الطبيعي وهو بيتكلم مع فطوطة، الحوار نفسه كان لطيف. حتى يمكن في ناس الحقيقة لحد النهاردة بتستخدم التيمة دي أو الطريقة دي في الكلام يا عبد الصمد عشان تضحك الناس او حتى بتستخدمها في الكوميديا. الكاركتر بتاع فطوطه ده جه ازاي؟ يعني بحسب ما قريت كده كان في البدايه كان سمير غانم مش عاوز يعمل فوازير، لكن وهو مجتمع مع ثلاثي اضواء المسرح قالوا طب روح اقعد مع الاستاذ طبعا فهمي عبد الحميد المخرج واسمع منه، فعرض عليه الموضوع وكان للكاتب او المؤلف عبد الرحمن شوقي، وعبد الرحمن شوقي كان عاوز يسميها ابن بطوطه. ساعتها اختلف على الاسم، يعني الأستاذ سمير وافق واختلف على الاسم. فهم قاعدين دخل نجل الفنان نجل المخرج فهمي عبد الحميد لابس بدلة بابا، والبدلة كان واسعة عليه هيئته ضحكتهم، فاستقروا له بس هي دي بقى الإفيه اللي احنا هنعمله، هنعمل كده وهنسميه فطوطة. وانطلقت حكاية فطوطة اللي ارتبطت بوجدان كتير. لا يعني فطوطة حقيقي من أحلى الفوازير يمكن اللي شفناها وتابعناها على مدار سنين. لحد النهاردة لو فتحنا يعني على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي عشان نشوف إيه اللي إيه فطوطة ده مثلا ما لحقوش، لا هتقعد وتتفرج عليه، ممكن هنقعد ونعيدها ونتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة، وفعلا بتضحكنا وفعلا حلوة. ويمكن ده اللي احنا بنتكلم فيه يا احمد، الفن الحقيقه والمحتوى الجيد الحقيقه بيعيش. بنشوف افلام ابيض واسود من قديم الازل الحقيقه لحد النهارده بتضحكنا، مسرحيات لحد النهارده بتضحكنا، في نفس الوقت اللي ممكن تشوف فيه فيلم ضحكك من سنتين تتفرج عليه النهارده عادي، او حتى ما تبقاش عايز تتفرج عليه تاني، خلاص بقى شفناه مره. عارف احنا حتى دايما بنقول ايه، يعني فيلم تشوفه مره ما تشوفوش تاني، فيلم تدخله عارف ممكن تتفرج عليه في البيت مش محتاج تروح السينما. دايما المصطلحات دي بقينا بنسمعها. الفكره هو اصلا الفنانين اللي بيعملوا افلام من النوع ده هم عارفين ان هو ده فيلم بيع، بس اللي هو يعني انا داخل بيه مش اقدم عمل اكتر ما هو بس انا بحقق ايرادات بتاعت وقتها وشكرا. لا بس خلينا نتفق على يعني على شيء، انه طبيعي انه الفيلم هي صناعه، السينما هي صناعه صحيح. اكيد فلازم الصناعه دي يبقى فيها مكسب بكل تاكيد، بس في فرق بين ان انا احقق ربح صحيح وان انا اقدم محتوى جيد زي ما احنا طول عمرنا متعودين، في فرق ان انا احقق ربح وبالعكس بقى مش ما يبقاش فيه محتوى جيد، يبقى فيه محتوى مؤسف في بعض الاحيان. وده اللي عمله الاستاذ سمير غانم. الاستاذ سمير غانم بمجرد دخوله او اللي هو ساب السينما ودخل للشاشه الصغيره للتلفزيون قدر اللي هو يبهر الجميع يا جماعه، قدر اللي هو الاستاذ سمير غانم يسيب بصمه حقيقيه في وجدان كل محبيه يمكن رحمه الله عليه. طبعا لحد النهارده احنا بنفتكره، لحد النهارده لما بنتفرج على مسرحياته بنتفرج على اي عمل هو بيقدمه حتى لو فوازير بنكون متأثرين بيها، بنكون في حالة من الكوميديا لأن هو كوميديان من الطراز الأول. وفي الحقيقة يمكن قدر اللي هو يقدم المعادلة الصعبة، المعادلة إن يمكن أشاد بيها كل النقاد، فكرة اللي هو يقدم موهبة حقيقية وفي نفس الوقت إعجاب للجمهور. لا وكان يعني لا سمير غانم كمان كان يعني الله يرحمه حقق نجاح كبير جدا، يعني لحد النهارده مثلا لما تتفرج على فيلم يا رب ولد لا بتضحك صح. لا فعلا بتقعد تضحك، فيلم تجيبها كده تجيبها هي كده بتقعد تضحك، كل الافلام دي انت فعلا بتقعد تضحك. ومسرحيات كتير بقى يعني، بس انا بتكلم حتى على الافلام اللي بجد احنا حفظناها يعني فعلا احنا بنسمعها واحنا قاعدين بس بجد بتضحك من قلبك.